لما اتكلمنا قلنا ان مشاكل نادي الزمالك بنسبه كبيره سببها اولاد نادي الزمالك، محدش كان مصدقنا، والمظلوميه اللي عايش فيها جمهور نادي الزمالك واللي مصدرها لهم مسؤولي نادي الزمالك ومصدقها الجمهور ده كله وهم. هوريكم تسريب لخالد الغندور وهو بيكشف فيه اسرار غرفه ملابس نادي الزمالك، وكمان بيعيب فيفريرا مدرب الفريق اللي مختاره رئيس نادي الزمالك ومدير الكوره بالنادي، وبيقول ان هو مش عارف يدرب وكبر وموقع الفريق بدنيا، وكمان اللي كشف له دوت لعيبه ومدربين داخل الجهاز. تعالوا نشوف قال ايه، وبالمناسبه اللي هوريه لكم ده اهداء لجمهور نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك. دكتور جمال، يمكن انا يعني سالت الناس جوه الفرقه مدربين ولاعيبه وبتاع، فيريرا ما بيدربش الفرقه خالص بدنيا نهائي، يعني كالديرون كان بيدربهم بدنيا بصوره كبيره جدا، والفرقه واقعه سودا، يعني ما فيش تدريب، اللعيبه حاسه بكده، ودي مشكله كبيره جدا، وده واضح على اداء الفرقه، يعني حتى في عنيد جدا في تشكيله في تغييراته، لا يعني كبر في السن قوي كمان. شفتوا قال ايه الكابتن التاريخي لنادي الزمالك والاعلامي بقناة نادي الزمالك لما يطلع ويكشف اسرار غرفة الملابس بالشكل دوت، ويتكلم مع جمال العدل او ايا كان مين اللي بيتكلم معاه، هو ده ينفع اصلا؟ هيطلع واحد دلوقتي يقول لي ما هو ده رأيه، هو حر، ايه المشكلة يعني؟ اقول لك طب ليه طلع مع سيف زاهر على قناة اون سبورت وشكر في فيريرا ومدح فيه بشكل كبير، لما سيف زاهر سأله وقال له مين افضل، موسيماني ولا فيريرا؟ قال الكلام ده. مش اساسا مقارنه بين موسيماني وفيريرا يعني يعني كمدرب يعني مفيش مقارنه خالص، يعني ده في حته تانية وده في حته تالتة. يعني فيريرا من افضل 20 مدرب على مستوى العالم، يعني خبرات وكده وتدريب افضل 20. موسيماني افضل قد ال 20 كده معلش، لا مش هو رقم 20 يعني، على فكره يعني هيجي بعد مين ومين؟ على فكره هشام مش انا اللي بقول، على فكره ده الاتحاد الدولي. لا الاتحاد الدولي طب ما جوزيه فين؟ هو اللي حاطط جوزيه 18 فيريرا قد جوزيه 3000 مره يعني. مين اللي قد مين؟ فيريرا ده استاذ جوزيه. ازاي يا خالد انت بتكلم بجد؟ انا بكلمك بجد. جوزيه انا بكلمك بجد. ماشي جوزيه. طب مارتن يول فين؟ طيب جوزيه، لا انا بقول لك على الناس اللي جت في مصر. جوزيه ده الفرق. انت رايك فيريرا؟ لا فيريرا كمدير فني قيمه كبيره جدا جدا واسم كبير جدا، ولا مقارنه ما بينه وبين موسيماني. لو جينا قلنا لكن مالهاش دعوه بماتشات. المباراه دي فيريرا اللي مش عارف يدرب الفريق واللعيبة والمديرين بيشتكوا منه من افضل 20 مدرب في العالم، لا وكمان احسن من جوزيه 100 مرة، يعني في السر بيعيب فيه وبالتابعية بيعيب فيه اللي معينينه، وعلى الشاشات طالع يمدح فيه، لا وكمان على قناة الزمالك طالع يقول الله يكون في عون فيريرا ومعوش خامات كتيرة ومعوش لعيبة مش متوفر له اي شيء. ادي ولاد الزمالك واللي بيعملوه في نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك لسه مقتنع بالمظلومية الكونية اللي ضده. باختصار كده كل اللي محتاجه نادي الزمالك إدارة تديره صح وناس تخاف عليه بجد. لايك وشير للفيديو وتابعنا على الصفحة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.